أنا امرأة عاملة أشتغل شغل يومي بالمزارع، واليومية تكون 5 دنانير. طبعا 5 دنانير نشتغل فيها 4 ساعات، وال4 ساعات يعني بنروح تعبانين هلكانين، وال5 ليرات يا دوب يكفن. بنشتري فيهن واحنا مروحين على الطريق، يعني احنا راكبين بباص الشغل بنوقف على الطريق وبنشتري بيهن من خبز من خضرة، بنروح على البيت يعني يا دوب انه معي مثلا نص دينار للبنت الصغيرة او انه بس عشان تسكن. فلذلك احنا يعني نتمنى منكم من اي جهة انه يرفعوا لنا سعر المرأة او الرجل العامل، لانه والله انه حقنا مهضوم. يعني ما نتمنى انه هذا الاشي يصير عشان نقدر نصرف على اولادنا كمان. المرأة مجاهدة، يعني صارت زيها زي الرجل بالاسرة. صار الرجل هو ينام بالصيف والمرأة تطلع، لانه بالصيف ما في شغل للرجال، تطلع المرأة تشتغل. بحب احكي في نقطة كمان انه في تمييز بالشغل، انه الرجل باخذ 7 دنانير والمرأة تاخذ 5، على الرغم انها شغلها نفس شغل الرجل، بس شو التمييز، سبب التمييز ما بنعرف.